بي دي اف معناها ان ال الصغيره بتاعتك بكام؟ 0 1 2 3. يبقى حرف الاس معناها ان ال الصغيره بكام؟ ب 0. حرف البي واحد، الدي باثنين، والاف بثلاثة. تعالوا بقى ركزوا معايا كده عشان ده سؤال اساسي ان شاء الله يعني. كل كوانتم نمبرز دي اقدر احسبها للزفت ده؟ اه والله. اول حاجة برنسبل كوانتم نمبر، ال ان بكام؟ ال ان باربعة. عسل. طب ال ال صغيرة بثلاثة. ال ال صغيرة من دي؟ يبقى ال ال صغيرة بثلاثة. خلاص؟ اللي وراها الانجلر مومنتم. ثلاثة في ثلاثة زائد واحد اتش بار. شكرا. اللي وراها الماجنتيك كوانتم نمبر بتكمل كام؟ ثلاثة لغاية موجب ثلاثة. تقدر ترسمهم؟ اه اقدر ارسمهم. تقدر تحسب لهم الزاوية؟ اقدر احسب لهم الزاوية. طيب نيجي بعد كده السبين كوانتم نمبر والسبين انجلر مومنتم ارقام ثابتة، يبقى اقدر احسب كل حاجة ولا لا؟ خد بالك كمان الماكسيمم نمبر اللي بيملى لك المدار ده كام؟ ثلاثة. 32 الكترون. شكرا. ليه عوضت هنا؟ باربعة. مش ال ان باربعة؟ اه اربعة سكوير ب 16 في 2 يبقى 32 الكترون. خلاص؟ ده كده سؤال اساسي. ده كده سؤال حلو. ولا تاني؟ ايه؟ انا قصدي على الصاب شيل دي حسبت لها كل حاجة. ماكسيمم نمبر اوف الكترونز اللي بيملى لك المدار ده. مش الصاب شيل. لو انا قلت لك find the maximum number of electrons for that shell يبقى انا مطالب ده. لو قلت لك اوجد الماكسيمم نمبر زي ما انا جبتها لك في الكويز ضحكت عليك. اوجد الماكسيمم نمبر للسب شيل غير لما اقول لك اوجد لي الماكسيمم نمبر للشيل. خلاص؟ سب شيل بعد عدد ال ال سب شيل بص ثواني بس ثواني ثواني انا مش عايز ادخلكم في الحته دي. هنا احسب كده المدار الاولاني بيتملي بكام الكترون؟ بنحطه كلهم على الاس. خلاص؟ يبقى انا عرفت كده من بدايه السلم ان الاس بتتملي بكام الكترون الصف شيل؟ باثنين. خلاص؟ طيب تعالى لي كده عند البي المدار الثاني بيتملي بكام؟ بثمانية. اثنين اصلا منهم على الاس يبقى البي بتتملي بكام؟ وهكذا مش محتاج. المدار الثالث اطرح 2 و6 والباقي يبقى على 2. خلاص فهمتوا؟ خلاص فهمنا؟ تمام. مش فاهم؟ اقولها تاني. المدار الاولاني فيه كام الكترون؟ 2 بيتحطوا على الاس. المدار الثاني ب 8 الكترون. تمام. اصلا الاس بتاخد 2. باقي ال 8 كام؟ بيتحطوا على اللي وراها 3. ماشي؟ نحط ال دي كده يبقى 3 يبقى 9 يبقى 18. خلاص يبقى دي بتتملي ب 10 وهكذا. خلاص سهلة؟ احفظوها. احفظ 2 6 10. ها؟ مش هنيجي أكبر من كده. 2 6 10. خلاص و 14 ها؟ يبقى الصاب شيلز بتتملي ب 2 6 10 14. خلاص خلصت ضميري أهو. كده الباب خلص على فكرة. الباب خلص بكل حاجة فيه. تعالوا بقى نجرب كده قبل ما اخش على شابتر 4 المهم. الحمد لله لحقت. هو الجدول كده خلص يا دكتور؟ اه والله الجدول خلص وكل حاجه في الباب خلصت. احل معاكم على الكونتابيو. الفرق ما بين الشيل والصاب شيل؟ الشيل بيتملي بالقانون ده والصاب شيل دي الالكترونات اللي بتملى الصاب شيل. ايوه ماشي خلاص؟ الأساسي الشيل والصاب شيل اللي هو الفرع. ماشي؟ طيب بصوا بقى ركزوا معايا كده عشان السؤال ده جميل جدا. أولها تركة. السؤال بيقول لك إيه؟ جايب لك تشوز مش جزمة يعني. يعني اختار تشوز ماشي؟ The total number of electrons in 2F sub shell. خلاص يبقى هنا بص الضحك على الدهون بقى يقول لك هنا التوتال نمبر اوف الكترون اللي بيملى لك 2 اف سب شيل بتبتدي من 4 ده كلمه 2 دي يعني انا عندي اس وبي بس خلاص لا انا عندي دي ولا عندي اف خلاص بص الافتراض ذا نمبر اوف الكترونز اللي بيملى 2 اف سب شيل 2 الكترون ولا 8 الكترون
ولا 18 الكترون ولا 10 الكترونات ولا نان اوف ذا باف نان، لان مفيش اصلا حاجه اسمها 2 اف. تاني، عدد الالكترونات اللي بيملى 2 اف سب شيل، هو في حاجه اسمها 2 اف؟ كلمه 2 يبقى انا عندي كام سب شيل؟ اس وبي بس، ما عنديش